بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله وحفظه أعلنت اللجنة عن انطلاقة صوت جديد من انطلاقات الخير والبركة، فدائما ما شاء الله هذه الانطلاقات تتجدد بأريحية وناموسية جميلة لهذه الرياضة. ما شاء الله تبارك الرحمن، أسير إلى صدارة شوطنا الرابع، خصص الجعدان أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل مسير على المركز الأول، يسير إلى المركز الصدارة لعبد الله بن مبارك بن ثاني الاجتبي النقلة هناك على وسواس أنا بن مخيد بن رشيد. انتقل وياكم إلى المركز الثالث، الله يا شاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن قدير، النقلة هناك على المركز الثاني على الوري لمطر بن محمد بن يمعه النابودة السويدي، بينما خامس المراكز المركز الخامس ما شاء الله مليح راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز السادس المركز السادس الهود سالم بن سلطان بن رشيد السويدي، وسابع المراكز هناك شاهين لمطر بن محمد بن يمعه النابودة السويدي، بينما اللي في المركز الثامن شاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن قدير، النقلة هناك على تاسع المراكز الفير راشد بن سعيد بن علي بن صرود، نقلتنا على المركز العاشر ما شاء الله الروز مطر بن محمد بن يمعه النابوده السويدي. هكذا هي النتيجة أيها الجمهور الحبيب هنا على أرضية هذا الميدان، من أتى للمشاركة ومن أتى للمتابعة لهذه الرياضة وبالخص هنا على أرضية هذا الميدان، فمرحبا بحضورنا الكريم، مرحبا بجمهورنا المميز، الجمهور الفائق الذي يتواجد هنا من الصباح الباكر. شاهين غير على المركز الأول، شاهين سيطر على مقدمة الشوط لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وحمد بن راشد بن غدير وسواس، على المركز الثاني سالم بن مخيد بن رشيد ما شاء الله يا الوري، على المركز الثالث مطر بن محمد بن يمعه النابودة السويدي، وصل هناك مسير لعبد الله بن مبارك بن ثاني الاجتبي، وفي المركز الخامس شاهين في خامس المراكز مطر بن محمد بن يمعه النابودة السويدي. انتقل الى سادس المراكز، وصل البرشلوني، وصل البرشلوني، وصل الدلوع ما شاء الله على ظهر الفيل راشد بن سعيد بن علي بن صرود، وفي المركز السابع ولا الثامن هنا شعار مطر بن محمد بن يمعه بن سعيد النابودة. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة. خلونا هناك عند الجولة الجميلة والمميزة، ما شاء الله يا الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كم أنت تتحمل هذه السرعة أيها الكيلو الأخير، كم أنت تتحملين هذه السرعة أيها اللحظات الأخيرة. غير شاهين على المركز الأول، غير شاهين على مقدمة الشوط على الصدارة بشعار مطر بن محمد بن يمعه النابودة السويدي، ولكن وسواس، وسواس أيها الإخوة، وصل الفيل، وصل ميسي، بسميه أنا بسميه ميسي، ميسي ميسي لأنه لاعب خطير، واليوم الفيل خطير ما شاء الله تبارك الرحمن. وصل مصيحان، وصل مصيح مصيح لعبد الله بن حارب بن سلطان أبو نواس ما شاء الله. ها هي النتيجة، هكذا هي النتيجة، الستمية متر الأخيرة، الستمية متر الأخيرة الخطيرة الجميلة الغديرة مع الوري، الوري 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 على المركز الأول مسيطر على مقدمة الشوط. سلام اللحظات الأخيرة، سلام اللحظات الجميلة، الأربعمية متر الأخيرة الوري لمطر بن محمد بن يمعه النابودة، ولكن هناك مصيع عبد الله بن حارب بن سلطان أبو نواس في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة. الله يا هذا الشعار، الله يا هذا الشعار المميز الذي غير في هذه اللحظات على صدارة هذا الشوط على المركز الأول، فسلام من الله عليكم. كافه كافه وين ما يسكن عبد الله بن حارب بن سلطان بنواس بمناسبة فوز مصيح في المركز الأول. ها هي لحظات صلة خط النهاية، معلن الفوز، معلن الناموس، تهانينا والناموس لعبد الله بن حارب بن واس المركز الثاني، لمطر بن محمد بن يمعه النابودة المركز الثالث، سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد ابراهيم مكتوم المركز الرابع، لراشد بن سعيد بن علي بن صرود المركز الخامس، لمطر بن محمد بن يمعه النابودة السويدي. ما شاء الله شوط والله مميز، يفتش الراس يفتش الصوع، تهانينا والناموس السيد عبد الله بن حارب ابو نواس بمناسبة فوز مصيح في المركز الاول، تهانينا وسلام سلام ما شاء الله. التوقيت
تقريبا يتحطم تحت اقدامه. 4 دقائق 33 ثانية و42 جزنا الثانية، تهانينا والناموس.